السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي، طلاب البيجيوليستا مسز نورهان يسري، طلاب الصف الثاني ثانوي. يا رب يكون الدرس اللي فات كان سهل عليكم وفهمتوه بطريقة كويسة، لأن الدرس دوت بيعتمد على فهمكم للدرس الأولاني. ويلا بينا ندخل على الدرس التاني. بيقولك ان الدرس التاني اسمه تابع التغذية الذاتية، يعني شوف انت وقفت عند فين في التغذية الذاتية الاولى وكمل عليها يلا في الدرس التاني. فاحنا في الجزء الاولاني اتكلمنا ازاي نجيب المية ونجيب الاملاح وننقلها. طب انا دلوقتي جبت المية وجبت الاملاح، هعمل ايه؟ انا كنبات هبدأ اصنع بقى الاكل بتاعي. طب انا عشان ابدأ اصنع الاكل بتاعي هعمل ايه؟ هعمل خاصية البناء الضوئي. يعني أنا في مكاني أقول يلا يا بناء ضوئي اصنع أكلي؟ لا، أمال أنت ذاتي التغذية ازاي؟ يعني لازم تجتهد ولازم تشتغل ولازم تعمل عمليات حيوية كتيرة عشان تلاقي في الآخر عندك الكربوهيدرات اللي هيديك البروتينات واللي هيديك الدهون كمان. فخلونا نبدأ نتكلم في الأول عن البناء الضوئي. بيقولك ثانياً البناء الضوئي. ماله البناء الضوئي؟ بيقولك تعتبر الأوراق الخضراء هي المراكز الرئيسية لعملية البناء الضوئي. يبقى الأوراق هي المركز الأساسي لعملية البناء الضوئي. تفتكروا ليه؟ أكيد عشان فيها بلاستيدات خضراء. أي حاجة فيها بلاستيدات خضراء تقدر تقوم لك بعملية البناء الضوئي وتصنع غذائها بنفسها. طب هي الورقة بس اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي؟ قال لك لا، خلي بالك بعض السقال العشبية الخضراء لها القدرة على عملية البناء الضوئي لاحتوائها على أنسجة كلورانشيمية بها بلاستيدات خضراء. ايه بقى اللي انت بتقوليه ده؟ ليه في الاول ذكرتي كلمه السقان العشبيه الخضراء؟ عشان مش اي ساق يا جماعه تشوفوها تقولوا دي فيها نسيج كلورانشيمي، يعني فيها بلاستيدات، يعني تقوم بعمليه البناء الضوئي. لا، طب ما انت عندك النخل، عندك السقان الخشبيه اللي هي الخشب دي اللي هي لونها بني، ديت ما بتقومش بعمليه البناء الضوئي. انا بتكلم على الساق بتاعه الجرجير، بتاعه الملوخيه اللي لونها اخضر مورور ديت، بتكلم على اي عشب تشوفه وانت ماشي، اي حاجه لونها اخضر يعني فيها نسيج كلورانشيمي. وكلمه كلورانشيمي جايه من كلمه الكلوروفيل. كلوروفيل يعني انت عندك بلاستيده خضراء، يعني تقدري تقومي بعمليه البناء الضوئي. تمام، يبقى احنا خلاص عرفنا في النباتات الخضراء انا عندي يا ورقه يا سقان عشبية خضراء هي اللي هتقوم بعملية البناء الضوئي. طب انتي دلوقتي عرفتيني ان هي يا ورقة يا سقان، وعمالة تقولي لي كلورانشيمي، وعمالة تقولي لي بلاستيدة خضراء، طب ما تعرفيني الأول هي ايه البلاستيدة الخضراء دي؟ البلاستيدة الخضراء دي إحدى العضيات الموجودة جوه الخلية بتاعت النبات، يعني حضرتك لو جبت الميكروسكوب وقعدت تكبر 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 في الخلية هتلاقي حاجة عاملة شبه العدسة، شبه عدسة النظارة كده فعلا المحدبة. مالها؟ هي دي البلاستيدة الخضراء، عبارة عن شوية أقراص كده مترصصة فوق بعضيها كمان، علشان اللي يحب يكبر أكتر البلاستيدة ويعرفه أكتر يتأكد هو دي البلاستيدة اللي أنت بتتكلمي عليها ولا هي عضية أخرى. تمام؟ طب أنا أول ما اتكلمت قلت لك إيه؟ هتلاقيها على شكل عدسة محدبة، والجزئية دي بعيداً عن المنهج بتاعك شوية. معروف في درس تالتة إعدادي العدسات والمرايا اللي كانت معقداكوا، إن كان بيقول لك إن أي عدسة محدبة بتجمع الضوء. طب هو النبات هيعوز ايه غير ان حاجة بتساعده على تسحب الضوء ليها؟ فانت عندك البلاستيدة الخضراء بتبقى محدبة عشان تجمع الضوء. انما اللي عندك في المنهج بقى اللي انا هقوله دلوقتي بيقولك ان البلاستيدة الخضراء عبارة عن غشاء مزدوج، يعني لو هي دايرة فالغشاء بتاعها عبارة عن دايرتين مع بعض، وفي الاخر هرسم لكم دلوقتي البلاستيدة الخضراء. بيقول لك ان هي عباره عن غشاء مزدوج رقيق. شفت سمكه قد ايه؟ 10 نانو متر. يبقى الغشاء مزدوج ورقيق يعني رفيع جدا جدا جدا، وسمكه 10 نانو متر. وخلي بالكم من الارقام. طيب ايه كمان؟ قال لك ان بتحتوي على النخاع او الاستروما اللي هي الارضيه بتاعت البلاستيده، الباك جراوند بتاعتها، الخلفيه بتاعتها، وهي عديمه
اللون من مادة بروتينية. فبيقول لك ان النخاع الاستروما عبارة عن، هي اسمها نخاع او استروما، عشان في الامتحان ممكن يجي يقول لك النخاع او ما يقولش النخاع خالص دي ويقول لك الاستروما، فهي عبارة عن مادة بروتينية عديمة اللون، تمام؟ مش الخلية فيها سيتوبلازم، اهي البلاستيدة نفسها فيها نخاع او استروما اللي هي بتسيح فيها باقي التراكيب اللي هي بتمشي فيها او بتسيح فيها باقي التراكيب اللي جوه البلاستيدة، تمام؟ طب تالت الحاجات اللي فيها، فيها حبيبات نشا. اي كلمة نشا تفتكرها في حياتك او تقابلك في سكتك كده في الثانوية العامة، اعرف ان النشا دوت فيما بعد لما بيكونش فيه اكل او الظروف مش سامحة ان انت تاكل او صايم او اي حاجة، ده بيتحول لسكر علشان يديك طاقة في الوقت ده. برضو النبات لو الظروف عنده ما كانتش كويسة، فهي بتتحلل لسكر وتغذيه وتغذي الاعضاء الاخرى، تمام؟ يبقى فيها برضو حبيبات النشا كثيرة العدد اهي، وفين؟ اكيد سايحة في النخاع في الاستروما بتاعته. ليها وظيفة ايه؟ وظيفتها ان هي بتتحلل لسكر عند الظروف الغير مناسبة عشان تغذيها وتغذي باقي الاعضاء، تمام؟ طيب ايه كمان؟ قالك انت كده كنت بتتكلم عن البلاستيدة ككل، تمام؟ عايز تتكلم عن الحاجة اللي جوه البلاستيدة، حاجة مهمة جدا اسمها ايه؟ اسمها اقراص الجرانا. اهي الجرانا دي يا جماعة هي الاكياس نفسها اللي شايله لك الكلوروفيل. الكلوروفيل ده اللي هو بيمتص الضوء من الشمس، تمام؟ طب مالها الجرانا؟ قالك ان الجرانا دي بتنتشر في النخاع برضو، خلاص اي حاجة موجودة عندي لازم تكون منتشرة في النخاع، تمام؟ بتنتشر في النخاع قرصية الشكل، يعني عبارة عن أقراص مرصوصة فوق بعضيها. القطر بتاع الجرانايا الواحدة أو الحبيباية الواحدة نص ميكرون، حاجة قليلة جدا فوق ما تتخيله، يعني لو دي دايرة فقطرها دوت نص ميكرون. طب وسمكها؟ هو ايه الفرق ما بين القطر وايه الفرق ما بين السمك؟ لو انت بتتكلم عن الدايرة ديت اللي هي في ايديا ديت، فانت لما هتيجي تاخد خط من النص كده ده اسمه القطر. طب انا هفرد الدايرة ديت وهخليها مفتوحة كده، شايفين السمك بتاع الصباع ده؟ هو السمك بتاع الغشاء بتاع الجرانا، هو دوت اللي عبارة عن 7 من 10 ميكرون. ارسمها لكم اكتر، تعالوا نرسموها. يعني تخيل معايا كده انا برسم قرص واحد من اقراص الجرانا، يعني لو دوت قرص من اقراص الجرانا فدوت القطر وده برضو القطر، تمام؟ طب السمك، السمك ان انا امسك الدايرة ديت او البيضاوي ده وافرده فهيبقى عامل كده اهو، تمام؟ السمك مين؟ السمك اللي هو ده اللي هي الحتة دي، سمكها قد ايه؟ الغشاء ده سمكه قد ايه؟ فانت لو بتتكلم عن قطر الجرانا فهو نص ميكرون، لو انت بتتكلم عن سمك الجرانا فسمكه 7 من 10 ميكرون، تمام؟ يلا نرجع للدرس. بيقول لك بقى كل ده احنا كنا بنتكلم عن قرص واحد، عشان تبقى عارف ان الاقراص دي ما بتبقاش موجودة لوحدها، على الاقل هتلاقي 15 قرص مرصوصين مع بعض يا اكتر كمان. وخد بقى الاكبر ان كل 15 قرص بيتوصلوا مع بعض بشوية تمددات كده من الجرانا. طب ليه؟ قال لك ما انت مثلا ما تبقى 15 قرص فانت هتمتص كمية شمس كبيرة، و15 قرص كمان فانت هتمتص كمية شمس كبيرة. طب لو انا وصلت القرصين دول ببعض مثلا بجرانايا كده تطول ما بينهم، لا ده انا همتص شمس اكتر واكتر واكتر. يبقى ليه بيحصل امتداد للحواف بتاعة الجرانا؟ عشان تساعد على امتصاص اكبر كمية من الضوء والقيام بالبناء الضوئي باكتر طريقة او باكتر كمية ممكنة، تمام؟ طيب
بيقولك تختص بحمل الأصباغ التي تمتص الطاقة الضوئية، يعني بيقولك جوه الجرام دي زي ما قلنا في الأول كده هي الكيس بتاع الأصباغ اللي ليه علاقة بامتصاص الطاقة الضوئية. طب تعالي كده يا ميس بقى ورينا شكل كده البلاستيك ده، ورينا شكل الجرانة وارسمها لي كمان. حاضر، يلا بينا. بص يا سيدي، اللي انت شايفه ده البلاستيدة نفسها. فاكرين ما قلت لكم ان هي عدسه محدبه وبره المنهج؟ اهي بص هي فعلا محدبه ومحدبه عشان تمتص اكبر كميه من الضوء. طب كبرها لي كده. قال لك دي بتتكون من غشاء خارجي وغشاء داخلي. فعلا، يبقى هي كانت مزدوجه الغشاء وعباره عن سمكهم 10 نانو متر. تمام. طب فيها ايه كمان؟ فيها النخاع. دور كده على النخاع هتلاقي الارضيه اهي الجراي دي، هي النخاع او الاستروما. تمام. طيب وقلنا فيها ايه كمان؟ قلنا ان فيها اقراص الجيران. اهي ادي اقراص الجيران عباره عن 15 قرص او اكتر، وكانت بتتوصل بحواف او اطراف ما بينهم ما بين مجموعات الاقراص بتاعت الجيران التانيه. طب فين حبيبات النشا؟ مش باينه. طب تيجي بقى احنا بقى نشوف الرسمه نفسها. تعالي اهي، دي بقى الرسمه المطالب عليك رسمها في الامتحان. انت بترسم لي 2 غشاء مزدوج بتوع البلاستيده، بترسم لي اقراص جرانه وبتوصلها لي ببعض، بترسم لي نقط صودا صغيره اللي هي حبيبات النشا، وبترسم لي خطوط حمراء كده. هي ايه الخطوط الحمراء دي يا ميس؟ دي حاجه اسمها الدي ان ايه. ما هو اي عضيه لازم تختص بالصفات بتاعتها. ما هي اي عضيه لازم تختص بالصفات بتاعتها وبالوظائف بتاعتها. طب انا كعضيه ما عنديش عقل، هعرف وظيفتي وهعرف اللي انا مفروض اقوم بيه ازاي؟ ما لازم يكون عندي سجل وراثي وتاريخي بيعرف لي دوري اللي هو الدي ان ايه. والخلفيه البيضه اللي ورا ديت هي الاستروما او النخاع. تيجي نرسمها احنا بقى عشان تبقى سهله. تعالي بص يا سيدي، بص يا استاذه، ادي الغشاء المزدوج بتاع البلاستيده دايرتين، واحنا مش عايزين فن الفنانين بيكاسو. اللي بيعرف يرسم يرسم، ده دي حاجه ليه وحاجه ممتازه جدا انك تخلي رسمتك حاجه واو. في الاحياء يهمني اكتر انك راسم صح، يعني ممكن واحد راسم نقش فرخ وواحد فنان بيكاسو موجود معاه في الورقه، بس ده صح وده صح، ده اخد الفول مارك وده اخد الفول مارك. تمام. اديني رسمت الغشائين المزدوجين، هبدا ارسم تاني العضيات المهمه جدا في البلاستيده الخضراء اللي هي مين؟ اللي هي الجرانه. بص بقى انا برسمها ازاي. انا برسمها كده، بعمل كده ايه مربع كده او اسطوانه كبيره شويه. تمام. واخططه كده اهو. على فكرة الرسم في الكراسة أسهل بكتير من على البورد. تمام؟ طيب وهوصل الحواف ديت بأقراص جرانة تانية. أهو آدي كده أقراص جرانة أهي. يبقى أنا كده رسمت أقراص الجرانة ورسمت الحواف الممتدة ما بينها. هرسم إيه كمان؟ هرسم إيه؟ هرسم الدي إن إيه اللي بيعرفها وظيفتها وبيعرفها شكلها. هرسم إيه كمان؟ هرسم حبيبات النشا اللي ساعة الظروف اللي هي مش مناسبة هتبدأ تتغذى منها. أهو نقط على قد ما تقدر. نقط 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 نقط. هرسم النخاع او الاستروما؟ لا مش هرسمهم، لان الخلفيه البيضه ديت هي النخاع او الاستروما. بس ما تنساش تطلع سهم من كل حته وتعرفوا اللي انت رسمته ده عباره عن ايه. تمام. يلا نكمل الدرس. علم، ينتشر في نخاع البلاستيده الخضراء حبيبات نشا صغيره في الحجم باعداد كبيره. ليه؟ جاوبنا على السؤال ده 500 مره. لانها تتحلل الى سكر ينتقل الى الاعضاء الاخرى تحت ظروف الغير معينة او تحت ظروف معينة غير مناسبة. تمام. طيب بيقول لك 2، علل، تمتد حواف اقراص الجرانة
خارج حدود الحبيبة لتلتقي بحواف قرص آخر في حبيبة أخرى مجاورة. إيه اللي تبتدي ده؟ بيقولك إن في هنا أكراس جرانا وفي هنا أكراس جرانا ما بينهم حواف. تفتكر ليه؟ أكيد عشان نزود مساحة سطح الامتصاص، صح؟ يبقى لزيادة مساحة سطح الأكراس المعرضة للشمس. طب انت يا ميس قلتيلي ان الجرانا دي عبارة عن الكيس اللي شايل الأصباغ، طب هي ايه الأصباغ اللي موجودة جوه الجرانا دي؟ تعال نشوف. بيقولك ان الأصباغ الأساسية الموجودة جوه الجرانا هتلاقي كلوروفيل ألف وده لونه أخضر مزرق، وعندك كلوروفيل ب وده لونه أخضر مصفر، والاتنين مع بعض نسبتهم 70%، تمام؟ وعندي كمان الزانسوفيل ودوت لونه أصفر ليموني ودوت نسبته 25%، وعندي الكاروتين ده لونه برتقالي ونسبته 5%. طب يا ميس امسكها لي بقى واحدة واحدة. قلتي كلوروفيل ألف وكلوروفيل ب، واحد لونه أخضر مزرق وواحد لونه أخضر مصفر، والاتنين 70%. فاكرين لما كنا بنلعب لعبة الألوان زمان؟ حط أزرق مع أصفر اديك لون إيه؟ أخضر برضو. فأنت الاتنين دول أصلا نسبتهم 70%، مع إنك لو مع زائد إن أنت لو عملت ميكس ما بين الأصفر والأزرق هيديك لون أخضر برضو. عشان كده أغلب النباتات اللي حوالينا لونها أخضر، بس في أخضر فاتح، في أخضر غامق، في أخضر كده مزجرد داخل فيه شوية درجات أصفر أحمر برتقالي. ده يرجع بقى لنسبة الأصباغ التانية اللي موجودة فيها، زي الزانسوفيل اللي هو لونه أصفر ليموني ونسبته 25%، عشان كده بيحصل تدرج في ألوان الأخضر والأصفر. وعند الكاروتين اللي هو لونه برتقالي ونسبته 5%. طب حضرتك بتتكلمي عن النباتات الخضراء، هي كل حاجة خضراء حوالينا؟ هقولك لأ، في أحيانا نباتات بيبقى لونها غالب أصفر فتلاقي إن الزانسوفيل عالي قوي فيها، في نباتات بيبقى غالب عليها اللون البرتقالي فهتلاقي ان الكاروتين عالي قوي فيها، تمام؟ حصل قبل كده ان في طفل رضيع كده في مرحله ماما وهي بتدخله كده الاكلات البسيطه الجزر والبطاطس والحاجات دي، الطفل ده مامته كانت هاريه جزر، قعدت تاكله تاكله جزر 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 لمده شهور، والولد او البنت ديت بتحب الجزر جدا، تمام؟ مع كمان ان لونه ابيض فاتح قوي، فبدا يظهر للطفل دوت في التنايات بتاعه الانف، في كف ايده، في بطن رجليه لون برتقالي عالي جدا. فجت مامته اخدته ودته للدكتور بتقول له الولا قالب على تامر هجرس كده ليه؟ ماله لونه برتقالي ليه؟ فالدكتور طلب منها تحليل، لقى ان الكاروتين عالي عنده جدا وفيتامين الف عالي عنده جدا، ولا يعني مهري جزر، فلونه او لون الاصباغ بتاعت الكاروتين طبعت على الجلد بتاعه، تمام؟ عرفتوا ايه اللي بيحصل؟ برضو ايه اللي بيحصل؟ عندك مثلا لما تيجي تاكل بنجر كتير، ما هو بنجر ده في اصباغ نبيتي او حمرة كتير، ايه اللي بيحصل؟ بتجري الدموية في وشك وفي كف ايدك وفي بطن رجليك في الاماكن اللي فيها جلد خفيف كده ورقيق، فالاصباغ بتطبع على الجسم احيانا لما يكون الانسان لونه فاتح شوية اللي هو ابيضاني شوية، تمام؟ طب ده كده بالنسبة لبني ادمين. تقدري بقى تديني شوية امثلة على النباتات؟ عندي امثلة على النباتات، تعالى معايا. بيقولك ان في حاجة زي ايه؟ زي الفلفل الاخضر، الفلفل الكوبي او الفلفل القرون ده ليه لونه اخضر؟ عشان بيسود فيه الكلوروفيل الاخضر سواء بتاع الف او باء، تمام؟ قالك زي ايه تاني؟ زي الفلفل الاصفر، الفلفل الحلو اللي لونه اصفر الكوبي دوت بيسود عليه الزانسوفيل. طب في فلفل برتقالي تاني بس مش منتشر في مصر، لونه برتقالي كده وكوبي برضو حلو، ماله؟ بينتشر فيه صبغ الكاروتين، تمام؟ طيب هي ايه دور اصلا الاصباغ دي بقى في النبات؟ قالك لو انت بتتكلم معايا على كلوروفيل الف وكلوروفيل ب، فدول بنسبة 70% 80% هم اللي بيقوموا بامتصاص معظم الضوء. طب والزانسوفيل والكاروتين ايه دورهم؟ قالك بيمتصوا الجزء الضئيل المتبقي من الضوء اهو، وبعدين يبعتوا للكلوروفيل الف
يقول له يلا كمل بقى انت الامتصاص، ادينا ساعدناك بحاجه بسيطه. يقول لك ايه، نص العمى ولا العمى كله؟ تمام، يبقى انا كنبات واقف اهو، عندي كلوروفيل الف وعندي كلوروفيل ب، هياخدوا الكميه الكبيره من الضوء علشان يقوموا بعمليه البناء الضوئي. طب عندي الزنفيل وعندي الكاروتين، لا احنا هنساعد باللي نقدر عليه، هنمتص الربع، هنمتص 20% من الضوء، ونقول لك يلا اهو ادينا ساعدناك باي حاجه. تمام، ويلا نخش على النقطة اللي وراها. في سؤال هنا حلو قوي، علل. بيقول لك علل يغلب اللون الأخضر على لون الأصباغ الأخرى في البلاستيدة الحاضرة. يعني أنا لو جيت قارنت كلوروفيل ألف وب بالزنفيل والكاروتين، هلاقي أولا كنسبة هم أكتر وكعمل هم أكتر. طب ليه بيغلبوا؟ هقوله لارتفاع نسبة أصباغ الكلوروفيل الخضرة على نسب الأصباغ الأخرى. يبقى هما بيغلبوا علشان كلوروفيل ألف وب 70%، إنما الاتنين التانيين مع بعض كده باكج 30%. تمام؟ طيب بيقولك هو إيه أهمية صبغ الكلوروفيل للنبات؟ يعني انت عماله تقولي ضوء 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 من غير ما تكملي، ليه اهميه في امتصاص الضوء والقيام بعمليه البناء الضوئي؟ تمام، يبقى اهميته يقوم بامتصاص الطاقه الضوئيه اللازمه لعمليه البناء الضوئي. طيب ساعات ممكن يرخم عليك ويقول لك هو ايه تركيب الكلوروفيل ده؟ تركيب الكلوروفيل يا جماعه سهل جدا. هو كلوروفيل يعني ماده عضويه، يعني لازم كربون هيدروجين اكسجين، ده كلام اولى ثانوي الترم الاولاني، تمام اخدتوه قبل كده، بالاضافه ان هو كان فيه نيتروجين وكان فيه مغنيسيوم. يعني هو عباره عن 5 عناصر، كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين مغنيسيوم، اهم كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين مغنيسيوم. طب نسبتهم ايه؟ نسبتهم 55 72، 5 4 1، كأنه رقم تليفون كده احفظه معايا علشان دي اسهل طريقة. 55 72 5 4 1، وتعالوا نرصهم مع بعض اهي. الكربونة فيها 55، الهيدروجين فيها 72، الاكسجين فيها 5، النيتروجين فيها 4، المغنيسيوم فيها 1. يبقى 55 72 5 4 1، رقم تليفونكم الجديد ده لازم تحفظوه. تمام، طيب بيقول لك علل أهمية ذرة المغنيسيوم الموجودة بجزيء الكلوروفيل ألف. بيقول لك هي الذرية الوحيدة ديت اللي هي 1 ديت، ما احنا 1 مش بنحط الرقم بتاعه، مش احنا عمالين نقول 55 72 5 4 1. طب الواحد دي الذرية دي وسط الأرقام الكبيرة دي أهميتها إيه؟ تخيل إن دي مهمة جدا في عملية امتصاص الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي، يعني بيها النبات ما يقدرش يعمل كل دوت، فهي ليها دور أساسي لعملية البناء الضوئي. بيقول لك أهمية ذرة المغنيسيوم الموجودة بجزيء الكلوروفيل ألف، هقوله لأنها موجودة مركز الجزيء وبتساعد على امتصاص الطاقة الضوئية، يعني أنا واحدة بس أنا المركز بتاعكم. تمام؟ ونخش على النقطة اللي وراها. الحمد لله قعدتي تقوليلي الورقة والسقام والبناء الضوئي، طب ما تقوليلي هو ايه تركيب الورقة نفسه؟ تركيب الورقة سهل وبسيط جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، الورقة اللي انا جايبها لكم ديت، شايفين ديت؟ شايفين ديت؟ دي ورقة نبات بالفعل، وعملوا ايه؟ قطعوها بالعرض وقعدوا يبصوا كده، فلقوا ان في دايرة. هي ايه الدايرة ديت؟ العرق اللي ماشي وسط الورقة. مش انت كده بترسم الورقة كده، ادي العرق وادي الورقة، تمام؟ انا لما هاجي اقطع الورقة كده واجي اخد النص اللي فوق ده اعمله كده وابص عليه، هلاقي ان في خرم فعلا. ايه الخرم ده؟ الخرم ده بتاع العرق مكان ما قطعت منه، تمام؟ فتلاقي نفسك لما تيجي ترسم الورقة بترسمها كده اهو، ادي الورقة وادي القبة بتاعت العرق، وادي الورقة وادي القبة بتاعت العرق من السطح السفلي، فعمل لك الشكل المدور ده اهو. يبقى الحتة ديت هي العرق بتاعها، المكان اللي قطعنا منه. طيب بيقول لك بقى لو جيت بصيت على الورقة من بره كده قبل ما ندخل على شرحها ومفاهيمها واحدة واحدة، هتلاقيها بتتكون من صفين، صف فوق وصف تحت اللي هو لونهم اصفر ده، دي اسمها خلايا البشرة العليا والسفلى.
بعد كده هتلاقي فيه خلايا كده مستطيلة اهي، هتلاقي خلايا مستطيلة اهي، دي اسمها النسيج العمادي، عواميد واقفة كده اهو. بعد العمادي هتلاقي ان فيه خلايا كده ايه غير منتظمة الشكل، دي اسمها النسيج الاسفنجي، وهي فعلا غير منتظمة الشكل، دي احدى صفاتها. يبقى انا عندي خلايا فوق وخلايا تحت في سور الصفين، اسمها الطبقة العليا والطبقة السفلى للبشرة، وبيني وبينكم كده برميلية الشكل اهي، اهي برميلية الشكل. بيليها طبقة متوسطة عبارة عن خلايا عمادية اهيت، وعبارة عن أنسجة غير منتظمة الشكل اسمها النسيج الميزوفيلي أو الأسفنجي، تمام؟ طيب وبعدين خلاص؟ لا مش خلاص، لو جيت بقى مشيت 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 ودخلت عند العرق هنا اهو، هلاقي إن عندي خلايا اسمها خلايا الخشب اللي هي الحتة الحمراء دي، تمام؟ ولو جيت مسحت خلايا الخشب دي عشان أبقى مركزة أكتر، هلاقي إن فيها بقع حمراء تحتيها هنا أكتر. شايفين؟ يا رب تكون الصورة واضحة. شايفين الحتة ديت الحمراء ديت الصريحة فهي الخشب. طب والحتة اللي تحت ديت اللي هي لونها برتقالي شوية أو لونها أحمر منقط ديت فده اللحاء. تمام؟ يبقى أنا عرفت خلاص قبل ما أدخل في الشرح نفسه إن أنا هلاقي طبقتين عليا وسفلى دول خلايا البشرة. وهلاقي في النص كده طبقة متوسطة فيها خلايا عمادية وفيها خلايا أسفنجية، وهلاقي كده أوعية كده في النص عند العرق، ما العرق ده هو الوعاء بتاعك، فيها الخشب وفيها اللحاء اللي هي المنقط تحتيها. تعال بقى نخش على الشرح نفسه. بيقول لك إن هي بتتكون من البشرتين العليا والسفلى. الطبقتين دول بقى مالهم؟ أو العليا البشرتين دول بقى مالهم؟ عبارة عن خلايا بارانشيمية برميلية، يعني خلايا على شكل براميل، وهي من النوع البارانشيمي. ده تاني الاسامي اللي احنا خدناها يا جماعة النهاردة. خلاص عرفنا ان فيه كلورانشيمية في الساق، وكلورانشيمية يعني كلوروفيل، وفي بارانشيمية في الاوراق في الخلايا البشرة العليا وخلايا البشرة السفلى، وهي مالها برميلية الشكل، متلاصقة مفيش مسافات بينية بينهما، تمام؟ طيب تخلو، وبأكد على كلمة تخلو، تخلو من الكلوروفيل. هتيجي تقولي لي يا ميس ازاي تخلو من الكلوروفيل؟ يعني لو هي ما فيهاش كلوروفيل هيقوم بعملية البناء الضوئي ليه؟ هقول لك لأن هي دورها هنا مش القيام بعملية البناء الضوئي، دورها هنا بالسماح بنفاذ الضوء أو عدم نفاذه، بسماح بمرور الماء والأملاح، إنما اللي له علاقة بعملية البناء الضوئي هو النسيج المتوسط. هو النسيج المتوسط اللي هو ده. النسيج المتوسط الميزوفيلي اللي هو عبارة عن ايه اللي احنا قلنا عنه؟ عبارة عن طبقة عمادية اللي هي العواميد اللي كانت واقفة ومليانة من البلاستيدات الخضراء، يبقى هي طبقة عمادية موجودة عمودية على الخلايا اللي فوق بتاعة البشرة، وهي مليانة بلاستيدات خضراء، تمام؟ امال ايه تاني كمان؟ قال لك هلاقي تحت العمادية هلاقي طبقة اسفنجية، ودي عمودية بس على الطبقة البشرية السفلى، الطبقة اللي في البشرة السفلية اللي تحت، تمام؟ طيب فيها ايه؟ فيها بلاستيدات، بس بلاستيداتها مالها اقل من اللي فوق، لذلك لما تيجي تمسك ورقة هتلاقي ان السطح بتاعها اللي فوق اخضر قاتم او اخضر غامق، تيجي تقلب الورقة هتلاقي ان الظهر بتاعها لونه افتح، يرجع لون الفتح ده بسبب ايه؟ ان الطبقة العليا مليانة كلوروفيل عشان فيها نسيج عمادي، والطبقة السفلية فيها كلوروفيل اقل علشان فيها نسيج اسفنجي، تمام؟ طب وبيني وبينكم بقى سواء عمادي او سواء اسفنجي الاتنين فيهم خلايا بارانشيمية، يبقى انا لو بتكلم كورقة البشرة العليا والبشرة السفلى والأنسجة اللي في النص المتوسطة الميزوفيلية اللي هي العمادية والأسفنجية كلهم بارانشيمية، ما سمعتش كلمة الكلورانشيمية إلا في سيقان النبات، تمام؟ يلا نكمل.
بيقول لك علل تزدحم خلايا نسيج العمادي بالبلاستيدات الخضراء. هي أنسجة النسيج العمادي اللي هي العواميد اللي واقفة اللي كانت عمودية على الطبقة العليا من البشرة. ليه مليانة بلاستيدات؟ أكيد لتساعدها على القيام بعملية البناء الضوئي. طيب، لكي تستقبل أكبر قدر من الأشعة الضوئية اللازمة لحدوث عملية البناء الضوئي، يعني هتساعدها إنها تاخد أكبر كمية ضوء وتقولها يلا بينا نعمل عملية بناء ضوئي. خلاص خلصنا البشرة العليا والبشرة السفلى، وخدنا اللي في النص اللي هو الأنسجة المتوسطة سواء العمادية أو الأسفنجية. هنبدأ ناخد مين؟ هنبدأ ناخد العرق نفسه اللي هي الأوعية. يلا نشوفها. بيقول لك النسيج الوعائي بتتكون من حزم وعائية عديدة. مين الحزم الوعائية ديت؟ اللي هي الخشب واللحية. تمام؟ بيقول لك الخشب بيوجد على السطح العلوي، عشان كده قلت لكم الخشب ده اللي هو الأحمر اللي موجود فوق، في حين ان اللحاء بيوجد على السطح السفلي، يعني قرب السطح اللي تحت بتاع الورقه، يعني بيني وبينكم كده تحت الخشب. تمام؟ خلي بالكم دايما بيجي لنا رسمه عباره عن دايره كده اهو، ارسمها لكم فين اهي، عباره عن دايره كده اهو، ويقول لك النص اللي فوق دوت خشب والنص اللي تحت لحاء، ده بيمثل الاوراق. اقول له صح. هنعدي شويه كده شويه في الدرس، هتلاقي ان في السكان العكس، اللحاء هو اللي فوق والخشب اللي تحت، فلازم من اول كده تبقى عارف ان الخشب في الورقه فوق، في حين ان اللحاء في الورقه تحت. تمام؟ ويلا نكمل. بيقول لك بقى هو الخشب وظيفته ايه؟ وظيفه الخشب هو نقل الماء والاملاح، اهي توصيل الماء والاملاح حتى يساعد النبات على القيام بعملية البناء الضوئي. دايما تلاقي ماما تقول لك في العيد قوم نظف معايا، تيجي تمسك الفوطة وشوية مية فيها صابون وتيجي تمسح كراسي السفرة تقعد تزعق فيك، ايه الكراسي هتبوظ؟ يعني ايه الكراسي هتبوظ؟ هو الكراسي بتاعت بيتكم دي من ايه؟ مش من خشب؟ لما انت تيجي تمسحها بمية ايه اللي هيحصل لها؟ هتنشع. ايه اللي هتنشع دي؟ يعني هتشرب الميه ويبدا يظهر لها تشققات ويبوظ ويسوس، صح؟ يبقى ما ينفعش نمسح الخشب بميه، ليه؟ عشان الخشب بيشرب الميه وبيمتص الميه، فدي ميزه من الميزات اللي امتازت بها النباتات، ان هي فيها اوعيه خشب عشان تساعدها على شفط الميه والاملاح من التربه فتوصلها للنسيج الميزوفيلي عشان تقوم بعملية البناء الضوئي. يعني أوعية خشب ولحاء تاخد المية هتروح للنسيج الميزوفيلي. مين الميزوفيلي ده؟ اللي هو العمالي والأسفنجي، تقول لها يلا قومي بعملية البناء الضوئي. تمام؟ طب واللحاء؟ اللحاء دوت انت دلوقتي قلتي ان الخشب مية وملح، طب مين هينقل لي الأكل وأنا هقضيها شرب كده وأملح وخلاص؟ لا، الأكل بتاعك ده مين هينقله؟ اللحاء. يقوم بنقل المواد الغذائية العضوية منين؟ من النسيج الميزوفيلي. يبقى الخشب اخد مية وملح اعطاها للنسيج الميزوفيلي، يجي النسيج الميزوفيلي يصنع اكله، فيجي اللحاء ينقل له الاكل دوت لباقي الاعضاء. فهمتوا؟ يبقى خلاص، خشب ميزوفيلي لحاء مية املاح، هصنع الاكل هنقل الاكل. تمام؟ وصلت لكم؟ يبقى يلي الخشب ويوجد جهة السطح السفلي يقوم بتوصيل المواد الغذائية العضوية المصنوعة فين؟ المصنوعة في النسيج الميزوفيلي إلى باقي أجزاء النبات. بص يا حبيبي، آدي الورقة وادي العرق وادي الورقة، واسيب مسافة كده محترمة حلوة عشان أدي لنفسي المساحة وأنا برسم. وادي الورقة اللي هي البشرة السفلية، وادي العرق بيقابل العرق اللي فوق، وادي الناحية التانية. أنا قلت البشرة العليا والبشرة السفلى عبارة عن خلايا بارنشيمية برميلية متلاصقة أهي. يلا نرسم البرميلية، يلا نرسم البرميلية أهي.
يلا نرسم بقى الخلايا البرميلية، وطبعا بالورقة والقلم احسن بكتير من البورد، لان البورد ممكن السن يقطع معايا. بس انت ما تسيبش مسافات ابدا في الرسم. اهي ادي كده، ادي خلية برميلية اهيت، وادي واحدة تانية كمان، وادي برميلية تانية. شايفين التقطيعات اللي حصلت دي؟ ما تكونش كده عندي في الورقة، في الورقة بقدر اصلح كل التقطيعات دي اهي، اتأكد ان مفيش مسافات بينية ما بينهم. تمام، ادي كده البرميلية بتاعت الطبقة العليا. نرسم اتنين برميلية كمان في الطبقة السفلية اهيت، اديني رسمت اهو البرميلية اللي في الطبقة السفلية، واتأكد ان في فتحة الصغور. ازاي؟ اهو ادي خلية حارسة مثلثة الشكل اهي، بيقابلها خلية حارسة تمام. اعذروني عن الرسم، بس فعلا البورد مش مساعده ان انا ارسم كويس، بس الرسم بيبقى ادق واحسن فعلا على ورقه وقلم، فانت هتتحكم. يهمني ان انت تكون راسم لي خلايا برميليه فوق وخلايا برميليه تحت، وشايفين دول اتنين مثلثين كده الرؤوس بتاعتهم بيتقابلوا اهي، دي الصغر اللي بيبقى موجود في ظهر الورقه. واكيد طبعا هبطن ديت بخلايا بطبقه من الكيوتين، وهنا بطبقة من الكيوتين، واوعوا تحطوا الكيوتين عند الصغر، اوعوا. امال هتطلع بخار الميه ازاي؟ لازم الصغر يبقى فاضي معلوش طبقة كيوتين اللي بتمنع مرور الميه. تمام؟ طيب رسمنا برميلية فوق برميلية تحت، يبقى هنرسم ايه؟ النسيج المتوسط اللي هو العمادي، عبارة عن خلايا عمادية طويلة مترصة كده جنب بعض. عبارة عن خلايا عمادية كده طويلة مترصة جنب بعض، واوعوا تسيبوا مسافات بينية. المسافات الموجودة هنا دي تقطيعات علشان القلم سنه تخين. تمام، اهي عمادية كده لحد ما تبدأ توصل للكيرف بتاع العرق، وقف. يليها النسيج الاسفنجي، اهو خلايا بقى عشوائية كده غير منتظمة، وهي دي اللي فيه بينها مسافات بينية. سيب بقى مسافات براحتك اهي. تمام، يبقى بشرة سفلى وبشرة عليا وعليهم طبقتين من الكيوتين، الا الصغر على ما حطيتش فيه كيوتين وحطيت نسيج عمادي وبعد كده نسيج اسفنجي، نبدأ ندخل على العرق. طيب العرق قلنا عبارة عن ايه؟ لو جيت بصيت كده في الرسمة بتاعتك في الكتاب هتلاقي في حاجة اسمها نسيج كولانشيمي ونسيج بارانشيمي، هنرسم منه صفين كده بس لغرض ان احنا نبقى عارفين ان احنا مش بنبدأ باللحاء على طول والخشب، لا بيبقى فيه انسجة كده محاطة بيهم. والمرة الجاية في الحصة الجاية ان شاء الله او بعد حصتين كده هتعرف اهمية الانسجة ديت. وعشان تبقى عارف ان الانسجه ديت مفيش بينها مسافات بينيه، فلازم تغلظ لي الفتحات اللي موجوده هنا، بس البورد برده مش مساعداني، هحاول على قد ما اقدر اهو ان انا اعملها لكم عشان تبقوا عارفين ان في هنا ايه تغليظ ما بين الكولانشيمي والبارانشيمي دول. تمام، غلظ كل الفتحات دي، كل الفتحات دي غلظها لي، ما تسيبش اي مكان مش متغلظ عشان رسمتك تبقى صح. تمام، بعد كده طلع لي خطوط كده اهو، اهي الخطوط دي اللي احنا هنمشي عليها ونعمل الخشب بتاعنا. الخشب على شكل سداسي كده اهو يا شباب، اللي هو كده 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 كده. تمام، لازم يكون شكل سداسي. نرسم بقى اللي احنا عملناه ده هنا سلسله كده من الاشكال السداسيه. يعجبني اصراري وانا حابه اكمل الرسمه، ارجع اقول لكم ان الرسمه في الكراسه احلى. هرسم لكم عمود تاني
بالرغم ان انا متخيله شكل الرسمه من عندك عامله ازاي، بس احنا مش بنستسلم، ما بنسيبش حته فاضيه، ما بنسيبش سؤال فاضي، هنكمل هنكمل. تمام، ادي رسمت كده صفين من خلايا خشب حياليهم شويه لوحات عباره عن اشكال كده غير منتظمه اهيت جنب بعض ومتلاصقه. المفروض الفراغات دي فراغات سبوره او البورد بتاعتي، وبعيد وبقرر في الكلام ده، وعشان اميز الخشب عن اللوحات احط نقط جوه اللوحات. تمام، وبعد كده عارفين اللي احنا عملناه فوق هنعمله تحت، شويه خلايا بارنشيميه وكولانشيميه من اجل التدعيم. ارجوكم ارجوكم وانتوا بتدربوا ايديكم على الرسم بتاع الورقه، لانه من اهم الرسومات في المنهج، بصوا من الكتاب وغلظوا لي الاماكن اللي تحت دي، بصوا من الكتاب عشان تبقوا فاهمين انا بقول ايه. تمام، الرسم على الورقه والقلم احسن بكتير من السمارت بورد، لانها بتسيب فراغات ومش بتطلع خطوط منتظمه. تمام، بس كده من بعيد لو انا طالب جاب لي الرسمه دي هديله العلامه النهائيه. ليه هديله العلامه النهائيه؟ لانه فعلا عمل لي بشره عليا، بشره سفلى، برميليه برميليه، وكيوتين وكيوتين، وخلايا حارسه اهي مرهقه شويه، اي نعم بس صح مش مشكله، وعمل لي نسيج عمادي اهو، وعمل لي نسيج اسفنج اهو، وعمل لي خشب، وعمل لي لحاء، وعمل لي برانشيمي وكولانشيمي هنا وهنا، هعوز ايه تاني؟ يلا يا ابني صح، ربنا معاك. تمام، يلا نرجع للدرس بتاعنا. امتصينا ملح، امتصينا ميه، وفي حته كده قلت لك النسيج الميزوفيلي بيصنع لي غذاء. طب هو انا صنعت الغذاء ازاي؟ يعني من الاخر هو احنا عملنا عمليه البناء الضوئي ازاي؟ هقول لك ازاي. اول من بدا فكره التامل في عمليه البناء الضوئي عالم كده محترم اسمه فان نيل. فان نيل، افتكروا من نهر النيل كده، بس هو اسمه فان نيل. ماله فان نيل؟ اهوت اكتشف ان مصدر الاكسجين المنطلق في عملية البناء الضوئي هو المية. ايه بقى اللي انت بتقوليه دوت؟ قالك يعني عشان تقوم بعملية بناء ضوئي وعشان اجيب لك اكسجين منتشر في الجو لازم توفر لي مية. مفيش مية مفيش اكسجين مفيش عملية بناء ضوئي. علشان كده حضرتك تكون جايب الزرعة بتاعتك وحاططها في البلكونة ونسيت تسقيها مية، ايه اللي يحصل؟ ترجع تلاقيها ميتة. ميتة ليه؟ ما الشمس هي حلوة، هي بتعتمدي على نفسك، مش انت بتأكلي نفسك؟ ايوه بس انت نسيت تحطي لي شوية مية. تمام؟ قال لك ايه تاني؟ قال لك ان اول ما بدأ الدراسة اجرى دراسته على البكتيريا الخضراء الارجوانية. يا ميس هو ايه علاقة البكتيريا بالنبات؟ فاكر لما جيت قلت لك ان التغذية الذاتية بتشمل بعض انواع البكتيريا؟ هي هي البكتيريا ديت اللي انا قصدي عليها. تمام، البكتيريا الخضراء الارجوانية دي بتعتمد على حاجة اسمها كبريتيت الهيدروجين H2S، ما فرقش كتير عن المية بتاعتنا، ما احنا المية بتاعتنا H2O، يعني واحد واحد. اللي هنطبقه هنا هنطبقه هنا، وخلينا ماشيين ورا فانيل لحد ما نشوف هو عايز ايه في الاخر، ما يمكن يكون صح وهو فعلا هيطلع صح. فبيقول لك ان اجرى دراسته على بكتيريا الخضراء الأرجوانية ذاتية التغذية لأنها تحتوي على كلوروفيل بكتيري. النبات عنده كلوروفيل عادي، إنما بكتيريا الخضراء الأرجوانية عندها كلوروفيل بكتيري. حطوا الكلام ده في دماغكم، بيجي اختيارات كتير. طب وبعدين بقى يا ميس؟ قال لك إن بتعيش هذه البكتيريا في تين البرك والمستنقعات، حيث يتوافر مين؟ حيث يتوافر حبيبنا كبريتيت الهيدروجين اللي هو H2S، اللي بيني وبينكم كده مش هيفرق عن ال H2O بحاجه. تمام؟ يعني البرك يعني البكتيريا دي عايشه في التينه بتاعت البرك والمستنقعات، اي تينه حواليك روح دور فيها وهات لي البكتيريا ديت، وركز هي بتصنع غذائها ازاي؟ هتلاقيها بتعتمد على الكلوروفيل البكتيري مع وجود كبريتيت هيدروجين في التينه، هيساعدها على القيام بعملية البناء الضوئي. طيب بيقول لك هو ايه اهمية الكلوروفيل بيقول لك هو ايه اهمية كبريتيت الهيدروجين ده يا ميس؟ هقول لك ان الهيدروجين اللي موجود فيها
هقولك ان الهيدروجين الموجود في كبريتيت الهيدروجين ده لما بيجي بيتفك ويقول للكبريت باي باي امشي بعيد عني، يقعد يدور على ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو اهو، لقاه يروح ماسك فيه، واول ما يمسك فيه هيبقى جلوكوز. فهمتوا؟ يعني دلوقتي عندي كبريتيت هيدروجين اهو H2S، تمام؟ هيتكسر نصين، الكبريت يمشي يروح للتربة والهيدروجين معايا لسه. طب وبعدين الهيدروجين اللي معايا دي ايه اللي هيحصل لها؟ هتقعد تدور على ثاني اكسيد الكربون، واول ما تمسك ثاني اكسيد الكربون هتروح صانع الجلوكوز. بيني وبينكم كده، هو الجلوكوز الصيغه الكيميائيه بتاعته ايه؟ الصيغه الكيميائيه بتاعته C6H12O6، ما الـ C دي بتاعت الكربون صح، والH دي بتاعت الهيدروجين اللي معايا صح، والO دي بتاعت ثاني اكسيد الكربون صح. طب ما انا هو معايا كل حاجه، ليه ما اصنعش الجلوكوز وليه ما اصنع ليه ما اصنعش الجلوكوز وليه ما اصنعش الكربوهيدرات؟ طالما الظروف متاحه والحاجات كلها معايا، يبقى هقوم بالطبخه كلها. تمام، يلا نكمل. فبيقول لك بقى ما يحدث في هذه البكتيريا شبيه لما يحدث في النباتات الخضراء باختلاف مصدر الهيدروجين. يا بكتيريا انت مصدر الهيدروجين بتاعك كبريتيت الهيدروجين، انما في النباتات الخضراء مصدر الهيدروجين بتاعها هو الميه ال H2O، وهي هي برضو مصدر الاكسجين بتاعها كمان. تمام، طيب خلاص، يعني انت يا فان نيل مقتنع بتجربتك، وبيني وبينك انت كلامك طلع صح. طب ما تيجي بقى نطبق على ارض الواقع. ارض الواقع بالنسبه لي انك تجيب لي ورقه وقلم وتثبت لي الكلام ده كيميائيا وفي معادلات، وفي الحقيقه الاقي ان فعلا بقى عندي الجلوكوز وبقى عندي كربوهيدرات. فجي قال لك ايه؟ ركز معايا، المعادلات دي صبح وليل، ويعني بلاش اقول لك فطار غدا عشاء، قبل الاكل تقراها زيها زي البراشيم كده. تمام، يلا بينا نكمل. فبيقول لك هطبق الاول في بكتيريا الكبريت، هطبق الاول في بكتيريا الكبريت، وبعد كده هطبق نفس المثال في النباتات الخضراء. تمام، تعال نشوف. بيقول لك ان يعمل الضوء على تحليل كبريتيت الهيدروجين اللي هو H2S الى هيدروجين وكبريت. يعني انا بكتيريا الكبريت الارجوانيه الخضراء ديت حاف في مكاني، عندي برك ومستنقعات، عندي كبريتيت هيدروجين، هشتغل لا مش هشتغل؟ لما النهار يطلع والشمس تطلع هبدا اشتغل. اشتغلت الشمس، يلا يا شمس كسري لي في الهيدروجين والكبريت اللي موجود عندي، واخد الكبريت ده ارجعه للتربه تاني، فالتربه تبقى مليانه مغذيات. وبيني وبينكم فاكرين الكبريت كان ايه؟ كان من ضمن المغذيات الكبرى اللي بيحتاجها النبات لو انتوا فاكرين. طيب والهيدروجين اللي متبقي معايا ده انا هعمل ايه؟ الهيدروجين اللي معايا ده هقول له يلا اقفش في اي ثاني اكسيد الكربون موجوده. اللي انا قلته ده معادلتين، تعال نشوفه. بيقول لك ان انا عندي 12 جزء من كبريتيت الهيدروجين، 12 H2S، في وجود الطاقه الضوئيه يعني في وجود الشمس، هيتكسروا الايه؟ هيتكسروا ال 12 جزء هيدروجين و 12 كبريت. 12 كبريت هينزل للتربه، والهيدروجين اهو معايا في الجو مستني، والهيدروجين موجود معايا في الجو مستني اي ثاني اكسيد الكربون تعدي. خلاص، هاخد بقى حبيبتنا ديت ال 12 H2O هنزلها لمين؟ هنزلها هنا في معادله جديده. ال 12 H2O دي الحمد لله وهي واقفه لقيت لها شويه ثاني اكسيد الكربون اهم، فبقى 12 H2 زائد 6 ثاني اكسيد الكربون قاموا بعمليه اختزال اهي. فعندي هيدروجين وعندي كربون وعندي اكسجين، يبقى ناقص ايه؟ ناقص الجلوكوز اللي هياكله النبات، فتكون لي C6H12O6، وده الجلوكوز اللي محتاجه اصلا النبات. وكونت لي ايه تاني؟ كونت لي شويه ميه اهي، اهو يمكن النبات يحتاجهم في اي حاجه عنده. تمام، يبقى تاني عشان نركز مع بعض، عشان هنجمع عشان يبقى تاني نركز مع بعض عشان هنجمع المعادلتين مع بعض في معادله واحده. يبقى انا بكتيريا خضراء ارجوانيه واقفه، عندي شمس، عندي كبريتيت هيدروجين، كسر لي كبريتيت الهيدروجين، بقى عندي هيدروجين وعندي كبريت. يلا يا كبريت انزل خش التربه، وانت يا هيدروجين اطلعي لي فوق في الجو، دوري على اي ثاني اكسيد الكربون، لقيتي ثاني اكسيد الكربون شاطره
خش معايا في المعادلة التانية. عندي ثاني اكسيد الكربون يعني كربون واكسجين، وعندي هيدروجين، عاوز ايه تاني؟ يبقى اكون الجلوكوز، واديني كونت الجلوكوز. مع الجلوكوز هيطلع لي شويه ميه هيستفاد منها النبات، لو ما استفادش منها النبات والجو حر هتتبخر في الجو وهتعمل لي بخار ماء. طيب تجمعي لي بقى المعادلتين، يلا نجمع المعادلتين. ادي ال 12 H2S اللي انا اخدهم اصلا في الاول، ودي الستة ثاني اكسيد الكربون اللي خدتهم من المعادلة الثانية، هيطلع لي الناتج ايه؟ هيطلع لي جلوكوز صح موجود في المعادلة الثانية، وهيطلع لي مية وهي برضو موجودة معايا في المعادلة الثانية، وهيطلع لي الكبريت اللي كان اصلا موجود معايا في المعادلة الاولى. يعني انا حطيت الاولى والثانية مع بعض في معادلة واحدة. المعادلات دي مهمة 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 مهمة، تمام؟ شايفين اللي انا عملته هنا؟ هو اللي هعمله في النباتات الخضراء، بس هشيل اي كبريت هحط مكانه اكسجين. يعني بدل ما يكون عندي كبريتيت الهيدروجين هحط مكانه H2O اللي هو الميه، تمام؟ تعال نكمل. فبيقول لك ايه؟ يعمل الضوء على تحليل ال H2O الى هيدروجين واكسجين، تمام؟ يعني انا كنبات اخضر، ما مش بكتيريا المره دي، انا كنبات اخضر واقف مستني الشمس تيجي. طلعت الشمس وكانت التربه بتاعتي مليانه ميه وانا شربتها وامتصتها، فبقيت نبات اخضر مليان ميه. في وجود الشمس تيجي الشمس تعمل ايه؟ تقعد تكسر لي في الميه اللي جوايا، هتحولها الهيدروجين والاكسجين. الاكسجين هيطير كناتج ثانوي يتنفسه البشر زينا. مش عشان كده بيقول لك تنفس بالاخضر؟ يعني ايه حمل التنفس بالاخضر دي؟ يعني اقعد ازرع في شجر كتير، اهي منها ظل ليك ومنها اكسجين. هي لما هتعمل عمليه البناء الضوئي ده اكسجين مغرقك وهتقعد تتنفس بيه، تمام؟ طيب الحمد لله الميه اتكسرت في وجود الضوء. الحمد لله الميه اتكسرت في وجود الضوء وبقت هيدروجين وبقت اكسجين. يا اكسجين اخرج كناتج ثانوي عشان يتنفسه البشر اللي زينا. والهيدروجين في هيدروجين في الجو كده، اقفش في اي ثاني اكسيد الكربون. لقيت ثاني اكسيد الكربون، يلا تعالى ندخل المعادله الثانيه. حطيت الهيدروجين ومعايا ثاني اكسيد الكربون، يعني هيدروجين وكربون واكسجين، يبقى انا عندي جلوكوز، فتكون لي الجلوكوز وبرده معاه ميه، تمام؟ لو ملاحظين اللي انا عملته هنا هو اللي هنا، تمام؟ جمع لي بقى المعادلتين. حاضر، عندي 12 جزيء ميه معهم 6 جزيء من ثاني اكسيد الكربون، اعطاني جلوكوز وميه، وما تنساش الاكسجين اللي طار في الجو في المعادله الاولى، وانا استفدت منه واتنفست منه. ادي المعادله اللي كلكم بتخافوا منها في المنهج، وتقعدوا انتوا واصحابكم تقولوا دي اصعب معادله، دي بتتحفظ ازاي، دول فهموها ازاي. والله لو انت فهمتها هترسمها مش هتكتبها كمان، لان الكتابه ديت اللي انا قاعده بصم، انما انا فاهمه، لا ده انا هرسمها كده بالرواقه وهطلع لك معادله موزونه وحلوه كمان، تمام؟ يلا ندخل على النقطه اللي وراها. الله يمسيه بالخير فان نيل، بعد كل المجهود اللي عمله دوت وجاب بكتيريا من الطينه وجاب نبات وقعد يجرب وعملها لك عملي وعملها لك في صيغه كيمياء، جه شويه علماء من كاليفورنيا قالوا له لا يا فان نيل، لما نتاكد ان كلامك صح، انت دلوقتي بتقول لي ان الاكسجين مصدره الميه، قالهاش عرفني، ما يمكن الاكسجين دوت مصدره ثاني اكسيد الكربون، هو مش الجو فيه ثاني اكسيد الكربون؟ ما يمكن الاكسجين ده طالع من ثاني اكسيد الكربون؟ طب بذكائكم كده ازاي الاكسجين ده بتاع ثاني اكسيد الكربون؟ والاكسجين ده اول ما اتكون لما الشمس كسرت الميه، كانت لسه اصلا ما دخلتش في مرحله ثاني اكسيد الكربون. بس ماشي نكمل معاهم لحد ما نشوف هم عايزين ايه عشان نحط صوابعنا في عينيهم ونقول لهم ان فان نيل كان راجل محترم وصح. فجي عملوا ايه؟ قال لك هجرب تجربه وهعكسها. فقال لك ان التجربه الاولى هستخدم نظير الاكسجين، فقال لك في التجربه الاولى هستخدم نظير الاكسجين الاو 18، معروف ان العدد الذري بتاع الاكسجين او 16، تمام؟ انا المره دي هستخدم الاو 18. ليه؟ علشان لو طلع لي في الجو اكسجين في او 18 انا دلوقتي هتاكد ان فعلا ده كان الاكسجين اللي موجوده في الميه، تمام؟ يبقى انا عندي في التجربه بتاعت علماء كاليفورنيا انا جبت ميه فيها اكسجين او 18 اللي هو النظير المشع ده، وجبت ثاني اكسيد الكربون بس فيها او 16 عادي اللي هو الطبيعي.
واجي اشوف النهايه طار لي في الجو ايه، لقوا ان طار في الجو النظير الاو 18، فتاكدوا ان مين، ان فانيل صح. راح اعملها لك في تجربه اهي، قال لك ان CO2 وكان النظير بتاعها اهو 16، في حين ان الميه كان النظير بتاع الاكسجين ده 18. فعلا اتكون لي جلوكوز واتكون لي ميه، والاكسجين اللي اتكون في الاخر هو حبيبنا ابو 18. تمام، يبقى فانيل صح. اسكت؟ لا يا عم، لازم اخونك ولازم اتاكد انك صح بان انا اعكس التجربه. المره دي عملوا ايه؟ حطوا النظير الاو 18 مع ثاني اكسيد الكربون، وخلي الاو 16 العاديه هي اللي مع الميه، فلقوا برضو ان الاكسجين المتصاعد هو او 16، الاكسجين العادي اللي كان موجود في الميه. وكده هم اتاكدوا 100% ان الاكسجين اللي طالع كان مصدره الميه اللي امتصها النبات من التربه. تمام، فحطوا المعادله ان CO2 بس المره دي النظير بتاعها 18، والH2O اللي هو الاكسجين العادي 16، فطلع لي جلوكوز وطلع لي ميه، والاكسجين المتطاير كان 16 عادي. فده 100% بيثبت ان فانيل كان راجل صح. تمام، اخر بقى حته معايا، انت اثبتي لي خلاص فانيل عمليا وكيميائيا انه صح، بس انا بقى كعالمه احياء مش هسكت، عايز اعرف العوامل اصلا اللي ادت لعمليه البناء الضوئي. اكتشفت ان النبات عشان يخلص عمليه البناء الضوئي كلها فهو محتاج مرحلتين. المرحله الاولى معتمده على الضوء بتاع الشمس، يعني مش هتتم الا في وجود الشمس، والمرحله الثانيه معتمده على درجه الحراره. اظبط درجه الحراره هتلاقيني تمام معاك شغال، هتلعب في درجه الحراره وتبوظ لي ترموستاتي تعليها توطيها انا مش هشتغل. زيها زي الانسان، حرارته تعلى يهنج ويتعب وينام على السرير لحد ما يخف وحرارته تتظبط تاني، حرارته تقل تلاقيه تكتك وتعبان وضغطه بيوطى. اظبط ترموستاتي وخليني على درجه متوسطه تلائم عملي هتلاقيني شغال معاك. فتعالى نشوف المراحل اللي بيقوم بيها البناء الضوئي. بيقولك اولا التفاعلات الضوئيه، بيقولك ان هي مجموعه من التفاعلات التي تتم فين، في الجرانه. يبقى تفاعلات ضوئيه موجوده جوه قرص الجرانه. تفتكروا ليه موجوده جوه قرص الجرانه؟ عشان فيها الكلوروفيل، الكلوروفيل ده المسؤول عن امتصاص الضوء. تمام، يبقى تفاعلات ضوئيه موجوده في الجرانه لتوافر الكلوروفيل. يبقى مجموعه من التفاعلات التي تتم في الجرانه داخل البلاستيده الخضراء حيث توجد اصباغ الكلوروفيل، والعامل المحدد لها هو الضوء. جرانه، كلوروفيل، اصباغ، يبقى اكيد مش هشتغل الا في وجود الضوء بتاعي. تمام، يلا نخش على الوراء. بيقول لك طيب بقى ايه هي خطوات التفاعل الضوئي اللي هي المرحله الاولى في البناء الضوئي. تخيلوني عباد شمس، انا النهارده ميس عباد شمس واقفه اهو، هقف مكاني. النهار طلع، هبص على النهار، اسحب الطاقه الضوئيه الحركيه. ايه طاقه ضوئيه؟ ما هو شمس وضوء، يبقى طاقه ضوئيه حركيه. مش هو جاي لك من الشمس لحد عندك يبقى حركيه ولا مش حركيه؟ يبقى طاقه ضوئيه حركيه هسحبها واحطها في الكلوروفيل بتاعي، وبعدين هحولها لطاقه وضع كيميائيه. يعني الطاقه الحركيه اللي ماشيه المسافه دي كلها هتقف وهتبقى في طاقه وضع، والطاقه الضوئيه دي هتبقى بالنسبه لي كيميائيه. تمام، يبقى انا كعباد شمس عندي كلوروفيل، حولت الطاقه الضوئيه الحركيه الى طاقه وضع كيميائيه. هعمل ايه بقى بطاقه الوضع الكيميائيه؟ عندي الكترونات جوايا، هنشطها وهنقلها لمستوى اعلى في الطاقه، وبقى اسمي دلوقتي كلوروفيل منشط او مثار. يبقى انا عباد شمس اخدت طاقه حركه ضوئيه حولتها لطاقه وضع كيميائيه، نشطت بيها الكتروناتي فبقى اسمي كلوروفيل منشط. طب انا طول ما انا شبعانه ومليانه كده طاقه وعندي طاقه، هقوم بحركه ليه؟ تمام، ولا هقوم باي حاجه. يعني انت عندك فلوس كتير هتشتغل ليه؟ طول ما انا عندي فلوس كتير مش هشتغل. ودي بقى اللي ايه المعلومه بتاعت النهارده، اللي معاه فلوس كتير بيقعد في البيت ما بيشتغلش ولا شغلانه ولا نفعه ولا خدمه للبلد،
ويحس بملل وزهق، تمام؟ طيب انا عندي فلوس كتير، امتى هشتغل واكمل حياتي واحس بمتعه القرش ان انا خدتها؟ ما هي لما الفلوس دي تضيع مني، او لما الفلوس دي تخلص من عندي هقوم هشتغل تاني. طب انا كنبات الكلوروفيل بتاعي منشط والكتروناتي في اعلى مستوى طاقه، امتى هكمل نشاطي؟ ما لما اخلص الطاقه اللي عندي دي. طب يعني اخلص الطاقه ارميها كده في الشارع؟ لا، ما انت كالكترون جنبك الكترون جنبك الكترون، ادي الطاقه دي للالكترون اللي جنبك واللي جنبك ادي اللي جنبه، فاصبحت انت دلوقتي فاضي مستعد تاخد تاني طاقه ضوئيه من الشمس. يبقى الموضوع مش بيترمى كده هباء، لا، ده الاولاني بقى عنده طاقه اعطاها لصاحبه اللي جنبه اللي ما عندوش طاقه، اعطاها للي بعده. زي ايه مثلا؟ انت مثلا معاك كتاب عايز توديه المكتبه، اخد المشوار ده جاري للمكتبه رايح جاي هتعب. طب ما انا واصحابي نقف صف والاولاني ياخد الكتاب يديه للتاني يديه للتالت الرابع، ها ها ها، لحد اللي واقف عند باب المكتبه. لا انت اتحركت ولا غيرك اتحرك، بس الطاقه وصلت للمكتبه والكتاب وصل للمكتبه. هي دي الفكره في الالكترونات، ان هي بتنتقل لمستوى اعلى في الطاقه، تفضي الطاقه بتاعتها للالكترونات اللي كانت فاضيه جنبها، فاصبحت هي فاضيه وترجع تاني للمستوى الاقل. تاخد شويه ضوء تعلى تديها للي جنبها تنخفض، تاخد شويه ضوء تعلى تديها للي جنبها فتنخفض، تمام؟ يبقى انا عبيت شمس، اخدت الضوء حولته من طاقه حركه ضوئيه الى طاقه وضع كيميائيه، وبقى اسمي كلوروفيل منشط مثار لان الكتروناتي بقت في اعلى مستوى، وبعد ما كانت في اعلى مستوى انخفضت لانها عطت الطاقه للي جنبها، تمام؟ طيب وهي بتدي الطاقه للي جنبها قدامها سكتين، اولا الطاقه دي هستخدمها في شطر الميه. مش انا قلت لكم ان الميه محتاجه ضوء عشان تتكسر الى اكسجين يتنفسه البشر وهيدروجين يقفش في اي ثاني اكسيد الكربون؟ اهي جزء من الطاقه دوت يا جماعه، انا هكسر بيه الميه وهطيره عشان الاكسجين يتنفسه البشر، والهيدروجين اخليه واقف بس مش هيقف لوحده، هبعت له حاجه اسمها مرافق، هبعت له حاجه اسمها مرافق، انزيم اسمه ناب بي. مرافق الانزيم ده دوره ايه؟ ان لما تيجي الطاقه تشتر لي الميه وتطير لي الاكسجين ويتبقى معايا هيدروجين، يجي الناد بي ده يقفش في الهيدروجين ويبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ناد بي اتش 2. يعني هو دلوقتي ماسك الهيدروجين ويدخل على التفاعل اللي وراه عشان يكسر ثاني اكسيد الكربون ويعمل الجلوكوز. يبقى انا نص الطاقه اللي طيرتها حطيتها مع مركب اسمه الناد بي علشان يقفش فيه جامد قوي، اوعى يمشي، لحسن لو مشي هيحصل ايه؟ هيطير في الجو، هيرجع تاني للاكسجين ويرجع يبقى ميه تاني، لا انا عايز الهيدروجين واقف لوحده، فهدخله مع مركب تثبيتي اسمه الناد بي فيتحول لناد بي اتش 2. قالي ده كده نص الطاقه. طب نص الطاقه التانيه انا هعمل ايه بيه؟ قال لك عندك مركب تاني، عندك مركب تاني بس المره دي مش مركب تثبيتي، مش مركب تثبيتي للهيدروجين، لا ده مركب تثبيتي للطاقه اسمه الاي دي بي. اهو اسمه الاي دي بي. الاي دي بي دوت هحط له مجموعه فوسفات فهيبقى اسمه اي تي بي. ثواني يا ميس عشان الموضوع دلوقتي بيكبر مني، انا عبات شمس واقف اخدت طاقه ضوئيه بقيت كلوروفيل منشط، الطاقه دي وانا بحررها تاني عشان ارجع لمستوى الاقل من الطاقه، نصها قسمت بيه الميه وبقى معايا هيدروجين، الهيدروجين ده ركبته مع الناد بي فبقى اسمي ناد بي اتش 2، والنص التاني من الطاقه ركبته مع مركب تاني بس ده بيثبت الطاقه المره دي اسمه اي دي بي، واحنا الاثنين بقينا اسمنا اي تي بي. يعني انا يا ميس دلوقتي في التفاعلات الضوئيه انا خارج باكسجين هيتنفسه البشر، وخارج بناد بي اتش 2 عشان يثبت لي الهيدروجين، وخارج باي تي بي ليه؟ عشان يثبت لي الطاقه، يبقى عندي طاقه، صح كده؟ لو انت وصلت معايا كده يبقى انت كده تقريبا خلصت التفاعل البناء الضوئي بتاع الجزئيه بتاع الضوء، تمام؟ تعال نشوف ايه اللي هيحصل تاني. هنا مثلا معادله بيقول لك ان الاي دي بي دوت حاجه اسمها ادينين داي فوسفات، يعني مركب ادينين مع اتنين فوسفات، لما هتيجي تحط له فوسفاتيه تانيه
لما هتيجي تحطي له فسفوتايه تانيه هيبقى اسمه ادينين تراي فوسفات او ادينين تراي فوسفات، يعني ادينين معاه 3 فوسفات اهم. تمام؟ طيب تعالى بقى نحفظ شويه مصطلحات كده. بيقول لك ان الاي دي بي ادينوزين ثنائي الفوسفات، الاي تي بي ادينوزين ثلاثي الفوسفات، انما الاي تي بي ادينوزين ثلاثي الفوسفات بيحمل الطاقه الى التفاعل اللا ضوئي اللي انا لسه هتكلم عليها دلوقتي، والناد بي هو ثنائي الفوسفات، امايد النيكوتين ثنائي النيكليوتيد. طلاسم وتحضير عفاريت اه بس سهله. ثنائي الفوسفات اميد او امايد النيكوتين ثنائي النيوكليوتيد. تمام؟ لازم نحفظهم زي اسمنا. يبقى انا خارجه من التفاعل البناء الضوئي اللي هو الجزء بتاع تفاعلات الضوء، معايا اكسجين تنفسه البشر، معايا ناد بي اتش 2 ناتج عن اشتراك الهيدروجين مع الناد بي، ومعايا اي تي بي حاجه طاقه كده عمله البيت الطاقه بتاعتي اللي هتديني طاقه ان انا اكمل التفاعل اللي وراه اللي اسمه التفاعلات الايه؟ اللي اسمه التفاعلات اللا ضوئيه. ماذا بقى التفاعلات اللا ضوئيه؟ يا جماعه مش معنى ان هي لا ضوئيه يعني محتاجه ضلمه. لا، هي بتحصل في النهار وبتحصل في الليل، وبتحصل في وجود الضوء وبتحصل في غياب الضوء، علشان العامل المحدد بتاعها هي درجه الحراره. قلت لك اظبط درجه حرارتي هتلاقيني شغاله معاك كويس، صبح ليل المهم ان انا درجه حرارتي مظبوطه. فبيقول لك مجموعه من التفاعلات التي تتم في الاستروما، وهي ليه حصلت في الاستروما؟ عشان الاستروما دي ما فيهاش كلوروفيل، فما يهمنيش ضوء ولا ليل. تمام؟ اللي هي الارضيه بتاعت البلاستيده الخضراء خارج الجرانه، يعني بياكد لك يا جماعه 100% ان هي ملهاش علاقه بالجرانه. تمام؟ ودرجة الحرارة هي العامل المحدد فيها لسرعتها، لذلك تحدث في الضوء أو الظلام. يبقى تفاعلات كيميائية بتحصل في الاستروما ودرجة الحرارة هي المسؤولة عن قيامها. طيب بيحصل ايه فيها؟ بيحصل فيها شوية حاجات بسيطة خالص مش صعبة زي التفاعلات الضوئية. من الآخر أنا داخل التفاعلات اللاضوئية معايا ناد بي اتش 2 H2، قلنا ال H2 دي بتعمل ايه؟ بتقفش في اي ثاني اكسيد الكربون معايا، فال H2 دي لقت ثاني اكسيد الكربون اهي، فال H2 دي لقت ثاني اكسيد الكربون يبقى هي جاهزه عشان تصنع لي فال H2 دي لقت ثاني اكسيد الكربون، فهي جاهزه دلوقتي عشان تقوم بصناعه الجلوكوز. طب انا دلوقتي معايا ناد بي اتش 2، يعني انا دلوقتي معايا اتش 2 في ايديا اهو، ولقيت ثاني اكسيد الكربون، هروح اصنع الجلوكوز كده؟ لا طبعا. عندك طاقه؟ اه عندي طاقه، الطاقه دي موجوده في الاي تي بي عندي، ساعتها انت تقدر دلوقتي تصنع لي الجلوكوز بطريقه مباشره. تعال نشوف ازاي. بيقول لك ان التفاعلات اللا ضوئيه تتم في الاستروما خارج الجرانه، والعامل المحدد لسرعتها هي درجه الحراره، حيث يتم فيها تثبيت غاز ثاني اكسيد الكربون مع الهيدروجين اللي كان محمول ما بيني وما بينكم مع الناد بي اتش 2 في وجود مين؟ في وجود الاي تي بي اللي هي مصدر الطاقه بتاعتها، اللي بتقول لها يلا كملي التفاعل الضوئي بتاعك، اللي بتقول لها في وجود الـ ATP مصدر الطاقة بتاعتها اللي بتقول لها يلا كملي التفاعل اللا ضوئي بتاعك، فهتكون لي الكربوهيدرات اللي هي ما بيني وما بينكم كده الجلوكوز، واللي هي فيما بعد هتتحول لبروتين ودهون كمان. تمام؟ يبقى أنا في التفاعلات الضوئية يا شباب عملتها في الجرانة، خرجت من التفاعلات الضوئية معايا أكسجين، معايا ناد بي اتش 2، معايا ATP، الأكسجين ده طيرته فالبشر شموه وتنفسوا منه، والناد بي اتش 2 والاي تي بي دخلوا معايا التفاعلات اللاضوئيه اللي بتعتمد على درجه الحراره، وبتحصل فين؟ بتحصل في الاستروما، ساعتها الناد بي اتش 2 قعدت تدور على ثاني اكسيد الكربون في الجو، لقت ثاني اكسيد الكربون، يعني انا معايا كربون ومعايا اكسجين ومعايا هيدروجين، يبقى انا جاهز اكون الجلوكوز، يبقى ناقص لي ايه؟ ناقص لي طاقه، والطاقه دي كمان معايا في صوره ايه؟ في صوره اي تي بي. خلاص الظروف كلها متهيئه الحمد لله،
انا دلوقتي كونت الجلوكوز، والجلوكوز ده اللي هو الكربوهيدرات اللي فيما بعد هحوله لبروتين ودهون كمان. طيب وبعد اللي فات ده بقى كله، جه عالم اسمه ميلفن كيلفن قال لك لا، انت يا نبات عملت لي البناء الضوئي بس انا مش مصدق انك بتطلع لي الجلوكوز، هعمل تجربة علشان اثبت فيها ان انت يا نبات بتطلع لي جلوكوز. فقال لك ايه، انا هستخدم طحلب الكلوريلا اهو، هو هيستخدم طحلب الكلوريلا وهستخدم معاه برضو ثاني اكسيد الكربون عادي زي اي نبات، تمام؟ بس انا وانا بستخدم ثاني اكسيد الكربون انا هحط له كربون مشع. مين الكربون المشع؟ تعالى كده نشوفه اهو، C14. طب انت ليه ميلفن كيلفن عملت كده؟ قال لك انا عملت كده علشان اتاكد ان اللي هيطلع هو اللي مربوط بالكربون المشع بتاعي، ما هوش كربون تاني داخل من هنا ولا داخل من هنا، انا عايزه اتاكد ان الناتج اللي طلع ده هو اللي كان فيه الكربون المشع بتاعي. فبعد ما عرض طحلب الكلوريلا ثانيتين للضوء، ايد الفجأة مش جلوكوز، قال لك انا كنت صح انا كنت صح. ده طبعا مش صح، لان طحلب الكلوريلا او اي نبات بمجرد ما بيتعرض للضوء ويعمل عملية بناء ضوئي، فاول مركب بيكونه اسمه الفسفوجليسرالدهايد اللي هو البي جي اي ال، او زي ما انا بحب ادلعه بقول له يا بيجال، تعال نكتبه كده اهو، بي، بص الخط كبير ازاي يا لهوي، جي اي ال، بيجال، تمام؟ ماله بيجال دوت؟ الفسفوجليسرالدهايد ده يا جماعه عباره عن، تعال نصغر الخط شويه عشان احنا مش هنلاقي مكان كده نكتب فيه، الفسفوجليسرالدهايد ده يا جماعه عباره عن 3 كربون بس. يعني يا سيدي بكل بساطه، لو انت عندك الجلوكوز C6H12O6 فانت عندك الفسفوجليسرالدهايد عباره عن ايه؟ C3H12O3، تمام؟ يعني الفسفوجليسرالدهايد ده اول مركب ثابت بيتكون بعد التغذيه في عمليه البناء الضوئي، بالاضافه ان هو نص الجلوكوز. يعني ايه نص الجلوكوز؟ لو انت عندك الجلوكوز فيه 6 كربونات هو فيه 3 كربونات، لو الجلوكوز فيه 12 هيدروجين هو فيه 6 هيدروجين، لو الجلوكوز فيه 6 اكسجين فهو فيه 3 اكسجين بس. طيب يعني النبات هيكون لي الفسفوجليسرالدهايد بس ويقف لحد هنا؟ قال لك لا، لما النبات هيقوم بعمليه بناء الضوئي وهيستنى ثانيتين وهو معرض للضوء، هيكون لي اول مركب ثابت اسمه الفسفوجليسرالدهايد. طب وبعد الثانيتين؟ لا، بعد الثانيتين هيبدا يتحول الفسفوجليسرالدهايد لجلوكوز. ازاي؟ اهو انا كنت فسفوجليسرالدهايد بعد ثانيتين، في الثانية الثالثة أو الرابعة هبدأ أكون الجلوكوز، وده الغذاء الفعلي للنبات اللي النبات بيطلع عينه في الامتصاص علشان يوصل بس المية فوق للورقة، فيقوم بعملية البناء الضوئي ويخرج لي الجلوكوز. بس العلماء اللي قبل كده ما كانوش أخدين بالهم إن في مركب ثابت قبل الجلوكوز اللي اسمه الفسفوجليسرالدهايد. ليه؟ علشان كان بيكون بعد ثانيتين، إنما ميلفن كيلفن قال لهم أنا فضيلك بقى، هقعد لك وحرقبك ثانية بثانية لحظة بلحظة، لحد ما اكتشف فعلا أول مركب ثابت هو الفسفوجليسرالدهايد يليها الجلوكوز. يبقى لما يجي يسألك أول مركب ثابت مين، تقول فسفوجليسرالدهايد، بعد كده الجلوكوز. وكده يبقى خلصنا الدرس إن شاء الله. حل التدريبات وحل الواجب واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا وسيب الباقي كمان عليا، وان شاء الله ان شاء الله طلاب مس نورهان يسري البايجيوليستا هيقفلوا المادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.